السلام عليكم ورحمة الله، زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هعمل اللحمة الموزة بطريقة سهلة خالص وبسيطة، اي حد يقدر يعملها بمنتهى السهولة، وكمان طعم وريحة ومستوية وتحفة زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف انا عملتها ازاي. هنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معايا انا معايا موزة كندوز، انا سايباها زي ما هي ما قطعتهاش، ومعايا انا الخضار اللي هحطه مع الموزة. هنا معايا بصلتين مقطعهم اربعة، وطماطم وطماطميتين برضو مقطعهم اربعة، وبطاطس صغيرة كده انا سايباها زي ما هي، وفلفل، وكم فص ثوم برضو زي ما هم. ليه بقى انا عاملة الحاجة كده؟ علشان تستحمل معانا سوى اللحمة وتطلع معاكي في الاخر برضو سليمة ومش مهرية معاكي. كده انا حطيت الخضار معايا في الصينيه زي ما انتم شايفين، بس القطعه بتاعت التوابل اتقطعت معايا في التصوير مش عارفه ازاي. المهم انا حطيت ورق لورا وفلفل اسود وبهارات لحمه ورشه جوز الطيب، وحطيت كمان كام فص حبهان، بس انا الحبهان بفتحه كده زي ما انتم شايفين عشان اطلع الحبوب اللي جواه. وهقلب كل الخضار كده مع بعضه كويس علشان كله يتبل يبقى زي بعضه. تتبيلة الخضار دي هتبقى طعمها حلو قوي، وكمان هتدي طعم للحمة. عايزة تحطي خضار تاني اي نوع تاني ممكن براحتك اللي تحبيه واللي موجود عندك. وهحط كمان شوية ملح صغيرين، ما تزوديش ملح، ما تزوديش ملح كتير علشان اللحمة معاكي تستوي. وفي الاخر لما بتبقى الصوص اللي فيها بيخلص كله ما تبقاش حادقة معاكي، فكمية الملح اللي انا حطيتها دي كويسة قوي. دلوقتي انا اللحمه معايا انا هعمل لها فتحات كده بالسكينه زي ما انتم شايفين، علشان لما تبلها التتبيله تدخل في كل مكان فيها. هعمل لها فتحات من الناحيتين، ولو عايزه تحطي الخضار والموزه في كيس حراري في الفرن هيستوي معاكي ويبقى حلو قوي. عايزه تحطيها في حاله الضغط وما تزوديش ميه خالص، يعني زودي ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه بس تستوي معاكي. بعد كده تدخليها في الفرن تاخد بس يعني تتحمر معاكي، بس الموزه في الشوايه برضو بتطلع حلوه قوي وبتطلع مستويه قوي، فبراحتك اللي انت عايزاه. انا دخلتها كده باسهل طريقه خالص عشان تبقى سهله معاكم في الفرن كده في صينيه بس، ما عملتش فيها اي حاجه اكتر من كده. فالمتاح عندك تقدري تعمليه، او انت مستعجله عايزه تعمليها بسرعه ممكن في كيس حراري او في حله الضغط. بصوا انا هنا تبلتها بايه، حطيت معلقه فلفل اسود ومعلقه صغيره بهارات لحمه ورشه جوز الطيب بس كده، وبحاول ادخل بقى التتبيله كده في كل مكان فيها، والفتحات اللي انا عاملاها فيها برضو بدخل فيها التتبيله، وهتبلها برضو من الناحيه التانية بنفس التتبيله، فلفل اسود بهارات لحمه جوز الطيب والبصل والثوم وكل حاجه موجود في الصينيه، كله هياخد من طعم بعضه. الخضار مع اللحمه كله هيتبل مع بعضه. وحطيت بصوا شويه رشه ملح صغيره خالص، وعلى فكرة هي الملح ده كده كان كفاية ليها، ما زودتش ملح بعد كده. هحاول ادخل التتبيلة في كل مكان فيها كده زي ما انتوا شايفين. خلاص بس كده هحطها بقى في الصينية مع الخضار. اهي بالشكل ده، هيحطها في الصينيه مع الخضار، وهحط عليها بقى نص كوبايه ميه، هي حاجه بسيطه خالص ميه علشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. لو سبتيها من غير ميه ممكن تتحرق معاكي، لكن كده هي الميه دي هتسويها وهتبقى حلوه قوي. وهنا غطيتها بالغطا بتاع الصينيه، عايزه تغطيها بورق فويل براحتك، فكده ابسط حاجه ممكن تقدري تعمليها. ودخلتها الفرن ودي النتيجه بعد ما طلعت زي ما انتم شايفين، تحفه استوت وطلعت حلوه قوي زي ما انتم شايفين، وكمان البطاطس معانا استوت والخضار ومتهراش، وهي كمان مستويه خالص. انا دخلتها الفرن على فكره، دخلتها الفرن على درجه حراره عاليه، اول ما غليت معايا رحت موطيه الفرن على درجه حراره 180 او 160 كمان،
خلاص، وسبتها بقى براحتها خالص لحد ما استوت ومعانا طلعت معانا بالشكل ده. هقدمها بقى معاكم، وكمان هقطعها علشان تشوفوها من جوه ازاي قد ايه مستوية وحلوة، ولونها حلو جدا وطعمها وريحتها مش قادرة اقول لكم. وما فيهاش اي توابل كتيرة ملهاش لازمة، احنا كده عايزين طعم اللحمة بتتبيلة بسيطة خالص هتدينا طعم اللحمة الحلو اللي معاكي، وتتبيلة يعني تتبيلة حلوة مش كتير، مش حاجات كتير مع بعض كده. بصوا البطاطس تحفة واللحمة كمان تحفة. بصوا هي من بره واخدة اللون ده، بصوا من جوه لونها عامل ازاي اهي زي ما انتوا شايفين، حلوة قوي. ومستوية كمان قوي وطعمها تحفة. بصوا بالشكل ده تحفة، ما تسويهاش اكتر من كده، هي تسويتها كده حلوة قوي وطعمها حلو قوي كده. جربوها ان شاء الله بطريقتي، ان شاء الله هتعجبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، وما تنسوش اللايك، ويا ريت تشتركوا في قناتي لو اول مرة تشوفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.